بالنسبه للائحه النهائيه فشفناها تفاجئنا ما كاينش بونو، شفنا بانه كاين حكيمي كاين محمد صلاح، لا قارنا محمد صلاح وبونو، غادي نلقاو بونو عنده انجازات بزاف خلال هذه السنه، محمد صلاح ما قدم حتى اضافه خلال هذه السنه مع احتراماتنا ليه كلاعب كبير في القاره الافريقيه، لكن بونو كيبقى صيد ديالو صيد كبير، قدم سنوات ماشي غير هذه السنه مباريات رائعه، وكيف ما كنشوفوا بان الجماهير ديال الفرق اللي كان كيلعب معاهم باقين كيناديو بالاسم ديالو، يعني خساره النوادي اللي كان لعب فيهم. ما عرفناش الاختيارات ديال الكاف كيفاش كتكون، واش ارتجاليه واش ما كيبغيوش يديروا لاعبين مثلا بونو وحكيمي مبغاوش يديرهم في اللائحه النهائيه بجوجهم من بلد واحد، ما عرفناش، ولكن على ما اظن انه في هذا الاختيار وفي اللائحه النهائيه كان ظلم ليه، ظلم كبير. فبالنسبه لي بونو فراه كيستحق الجائزه ديال احسن لاعب في افريقيا، بالنسبه للاداء ديال اللي قدم في كاس العالم او الاداء اللي كيقدمه مع اشبيليا ولا الهلال، فراه قدم اداء جيد جدا، لذلك فهو يستحق ان ياخذ جائزه. فتلك الجائزه اللي داروها جديده هذيك زعما يعطيو واحد الجائزه جديده اللي خرجوها على واحد ديال الحارس مرمى، فهي اختارها كيبان لي فقط لارضاء الخواطر ديال الاطراف الاخرى. بونو دار انجازات كبيره مع المنتخب الوطني ودار انجازات كبيره مع الفريق ديالو، ولهذا هو اللي يستحق الجائزه الكبيره. كيف ما جميع المغاربه تفاجئنا ان الحارس بونو ما تمش الاختيار ديالو من احسن لاعب، ولكن تم اختيار ديالو من بين احسن الحراس، مع العلم ان بونو يستحق انه يكون احسن لاعب لهذه السنوات الاخيره. الاختيارات ما عرفناش كيفاش كتم، وكيف ما كيشوف الجميع ان بونو قدم مستويات كبيره، وكيف ما شفنا كاس العالم قطر، كيف ما شفنا دابا مع الفريق ديالو مع سيفيا، وبونو المهم حنا كنشوفوا ان بونو في حد ساعه تظلم. حارس بونو حتى واحد ما كيشكك في القدرات ديالو، هو كان من الاسباب الرئيسيه للتاهل ديال المنتخب المغربي لكاس العالم، وصلنا حتى النصف النهائي، اذا راه يستاهل ياخذ جائزه احسن لاعب الكره الذهبيه. كنشوف ان الاقصاء ديالو من الكره الذهبيه فهو ظلم في حقه، انه يستاهل اكثر، وحتى الى ان شاء الله فاز بجائزه ديال احسن حارس يستاهل ياخذ جائزه ديال احسن حارس. يعني ظلموه بزاف، كنشوفوا ظلموا الحارس بونو، ظلموه بزاف. كاين ظلم بطبيعه الحال، فراه بونو خاصو ياخذ جائزه ضروري، هو يستاهل الكره الذهبيه صراحه، وظلموه، كاين ظلم كبير في حقه لانه كيستاهل اكثر. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.